الكتاب اللي احنا شغالين منه بيتناول الانترنت كأحد أمثلة النتوركس أو المثال المشهور واللي كل الناس شايفاه. فبندرس الإنترنت اللي من خلالها هنفهم إزاي الأجهزة بتتواصل وبيبقى في ما بينها تبادل للمعلومات عن طريق بروتوكولز. وشفنا تاريخ نشأة الإنترنت إلى وصولا إلى الوضع اللي احنا فيه حاليا، وإنه أصبح يعني تقريبا ما فيش حد ما بيعرفش يدخل على الإنترنت، سواء من أجهزة الكمبيوترز العادية أو من خلال أجهزة زي التليفونات سمارت فونز، أو حتى من خلال أجهزة زي العربيات والطيارات وأجهزة تانية بتدخل تبع ما يسمى دلوقتي بالسمارت هوم والسمارت بيلدينجز إلى آخره من الأجهزة المختلفة اللي كلها كونكتد على الإنترنت دلوقتي. كنا آخر مرة وقفنا عند السلايد اللي بتتناول شكل الإنترنت في الهوم البيت والمؤسسات أو الشركات، ودي المفروض نبتدي من السلايد اللي هي رقم 30 اللي هي بتتكلم على الوايرلس أكسس. الوايرلس يعني أغلبنا دلوقتي بقى بيتعامل مع النهايات النتورك، نهايات الإنترنت عن طريق وايرلس لينك، سواء كان واي فاي في البيت أو واي فاي في كلية، في جامعة، في مؤسسة، في شركة. والواي فاي ده بنسميه الوان هوب نتورك، يعني نقطة واحدة، نقطة واحدة، وان هوب من خلال الجهاز اللي انت ماسكه لغاية الاكسس بوينت اللي هو المفروض المودم او اللي بنسميه مجازا راوتر، وكلمنا في المسميات دي المرة اللي فاتت، ثم من بعده يشتغل وايرد عادي. او الشبكة التانية اللي هي اقدر اكسسها في المفروض في اي مكان، اللي هي شبكة الشبكة الخلوية او السيليولار نتورك، اللي هي ببقى أنا ماشي في الشارع وأفتح أي جهاز يحتوي على سيم كارد، يحتوي على اللي هي خط محمول يعني من خلال الشريحة، وأكسس أقرب برج محمول ليا اللي هو البيز ستيشن، وبرضو من خلال على الشبكة التقليدية. فإذا شبكة الوايرلس هي مجرد أول نقلة فقط هي الوايرلس، ثم بعد كده بتكمل وايرد عادي. وإن كان طبعا في نماذج تانية لشبكات وايرلس مش مجرد وان هوب، بتبقى مالتي هوب، يعني في كذا نقلة بتبقى وايرلس، ثم برضو لازم في الآخر تنضم للشبكة الرئيسية اللي هي الإنترنت اللي احنا بنتناولها في دراسة الشبكات في الكتاب ده. شبكة أو كانت السيلولار ليها هي كمان بروتوكولز، فالواي فاي له بروتوكول اللي هو معروف عند الناس اللي بتدرس الموضوع ده بالـ 802.11، ده رقم وهو في نفسه بيستخدم كاسم البروتوكول بتاع الواي فاي، وظهر منه كذا فيرجن، ابتدت الأول بفيرجن A ثم B ثم G ثم N اللي موجود حاليا، وفي منه كذا فيرجن برضو يعني لا يستخدمه على نطاق واسع يعني. والسرعات فيه ابتدت في الاول الـ A كان ابتدى ب 5 ميجا بت بير سكند، ثم الـ B 11، ثم الـ G 54، والـ N دلوقتي بيعدي الـ 100 مع التطور التكنولوجي كل شويه بيزود السرعه عن طريق الوايرلس، عن طريق الالكترو ماجنتيك ويفز. في المقابل الشبكات الثانيه الاكثر يعني المساحة بتاعتها أكبر، بحيث أنك ممكن برج محمول يغطي منطقة توصل ل 4 و5 كيلو في المناطق القليلة الكثافة، لكن في المناطق كثيفة السكان اللي بيستخدموا أجهزة فعادة بتبقى المسافة دي أقل شوية، ممكن تنزل لكيلو واتنين كيلو بس، بحيث أنه هو يقدر يغطي عدد المستخدمين الموجودين في المنطقة المحيطة ببرج المحمول.
وعندنا برضو يمكن احنا سامعين ال 3G وال 4G وتعاملنا معهم. حاليا في يعني في بعض الاماكن ابتدت تطبق ال 5G وبيتكلموا في ال 6G دلوقتي يعني، لكن هو كان ابتدى الاول ال 1G بتاعه اللي هو كان نظام انالوج، ثم ال 2G اللي هو بداية ال GSM وما شابهه من أنظمة شغالة حاليا، وال 2G ده هو تطور ل 2.5 ثم 3G ثم 4G ثم 5G اللي هو يعني على أعتاب ان الدول العالم تدخل فيه حاليا يعني. طيب نبتدي ندخل في شوية معادلات، يمكن معادلاتنا مش كتيرة في الشابتر الأول، احنا لسه في المقدمة برضو، ولكن في معادلة بسيطة جدا بتوصف السرعة وبتوصف الديلي. دايما احنا لما بنيجي نتعامل مع نقل بيانات بنهتم بزمن وصول البيانات، بنهتم بسرعة وصولها. طيب هي البيانات دي على شكل ايه؟ هنفترض حاليا للتسهيل علينا ان احنا قسمنا البيانات دي الى مجموعة رزم، كل رزمة بنسميها باكت. باكت اوف داتا هي مجموعة بيانات لها طول معين، الطول ده بنقيسه بالبيتس، فلها طول البيتس. طيب لو انا معروف عندي سرعة النقل، لو انا بقول ان انا بنقل على خط سرعة النقل عليه R، اذا الباكت دي من اول بيت لغاية اخر بيت هتوصل للطرف الثاني، لو انا بعتها من الطرف الاول ووصلت الى الطرف الثاني هتاخد في المسافة دي زمن قدره L على R، L تقاس اليونت بتاعتها بالبيتس والR اليونت بتاعتها بيتس بير سكند. لو قسمت اليونتس البيتس على البيتس بير سكند يديني سكند، يبقى يديني الزمن بالثواني لنقل الباكت، الباكت كلها توصل للناحية التانية. هل الزمن ده تقريبي؟ إلى حد ما هو أقرب إلى أني تقريبي شوية. ليه؟ لأن أنا افترضت أنه الباكت هتنزل تمشي في الخط ده بدون ما يحصل لها أي تعطل على الخط، مفيش أي مشكلة هتقابلها. دي أول فرضية. تاني فرضية، افترضت أنها الوقت اللي هتاخده علشان تنتقل إلى الناحية التانية تقريبا هو زيرو، يعني افترضت أن الطريق نفسه مش هياخد زمن. أمال الزمن ده زمن إيه؟ ده زمن معدل نزولها على الخط. فأنا افترضت أنها بمجرد نزولها على الخط هتوصل للناحية التانية. هي فعليا زي ما انتم عارفين برضو معدل نقل البيانات على اي خط يقترب وليس يساوي، يقترب من سرعة الضوء. وبما ان احنا بنتكلم على خطوط بنوصل ما بين مكانين غالبا المسافة ما بينهم هي بضعة امتار او مئات من الامتار، أو حتى لو فرضنا إنها يعني بضعة كيلومترات، صعب شوية موضوع كيلومترات ده، غالبا ما توصلش لبضعة، لكن إحنا بنتكلم في حدود مثلا 1000-2000 متر بالكتير. فبالتالي المسافة دي يعني بنقول إنها ولا حاجة لو إحنا مشينا عليها حاجة بسرعة تقارب سرعة الضوء. فإحنا بنعتبر إنه الزمن اللي بتاخده البيتس علشان توصل للناحية التانية الزمن هنا يساوي صفر. إذن الزمن اللي احنا بنطلعه ده هو زمن نزول البيتس على الخط. تاني، الزمن ده محسوب بعدد البيتس على سرعة نزول البيتس على الخط. طيب أنواع الميديا احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن هنا برضو هيرجع تاني يحطهم لنا في صورة مجمعة. فاحنا عندنا
وسائل نقل البيانات، يا إما تكون وسائل guided موجهة أو unguided غير موجهة. guided معناها إن مسار نقل البيانات محدد. محدد إزاي يعني؟ سلك، سلك معمول من النحاس كبر أو من الزجاج فايبر، أو معمول بطريقة الكوأكسيال زي اللي هي السلوك بتاعة الدش يعني، أو يكون unguided غير موجه، يعني بيطلق في الوسط الناقل وينتشر، وده ما بيحصلش معانا غير في الهواء، إن أنا ببعته في الهواء عن طريق موجات كهرومغناطيسية electromagnetic waves. فهنا التصنيف guided موجه، ده كل الأنواع اللي هي ليست wireless، اللي هي wired نحاس fiber coaxial. unguided غير موجه بينتشر في الهواء، يبقى هو ده النوع اللي ينتمي ليه unguided. طيب لو هو guided، لو احنا خدنا مثلا النحاس، ففي منه أشكال مختلفة لنقل البيانات. أشهر نوع منهم اللي هو التويستد بير، اللي هو كابلين نحاس معزولين وملفوفين على بعض، وده في منه الكات 5 والكات 6 حاليا، يعني هما الأكثر انتشارا. الكات 5 هو الأكثر انتشارا، وده سعره معقول وبينقل بمعدل 100 ميجا بت بير سكند، ممكن يوصل لواحد جيجا بت بير سكند في أحسن أحواله. كات 6 غالي شوية، لا يستخدم إلا يعني في نطاق ضيق، لكن ممكن ينقل لو المكان أو المؤسسة قدرت تركبه، يعني ممكن يوصل إلى 10 جيجا بت بير سكند. الكوأكسيال اللي هو في المنتصف، هو عبارة عن طبقتين، في المنتصف سلك معدني نحاس وحواليه عازل، طبقة من العازل، ثم حوالين العازل الطبقة الخارجية اللي هي تمثل الجراوند أو الأرضي بتاع الدايرة، والفايبر أوبتيك اللي هو مادة مصنوعة من نوع معين من الزجاج، ودي اللي من خلالها بنحصل على أعلى سرعة ممكنة. زي ما قلنا كلهم سرعتهم تقارب وليست تساوي الضوء. في حالة الكابلات النحاسية اللي بيمشي البيانات، بتمشي الداتا، بتمشي في صورة إلكترونز، تيار كهرباء، إنما في حالة الزجاج بتمشي في صورة ضوء. ففي حالة الضوء المفروض إنه ببعت البيانات في صورة يعني نبضات كهربية بلسز، بحيث إني ممكن أبعت يعني ضوء أو لا ضوء، ده يعبر عن 1 و0، يعني ده أبسط تصوير ليها يعني. طيب ليه في الفايبر بنحصل على سرعة أعلى نسبيا من الأنواع الأخرى؟ نظرا لأنه المشاكل اللي بتواجه الحاجة المنقولة، الداتا المنقولة، المشاكل أقل، وبالتالي احتمالية إن أنا أضطر أعيد نقل حاجة تاني علشان ما وصلتش الناحية التانية كويس، احتمالية أقل في الفايبر، في الكبر وفي الكوأكسيال، نظرا لاستخدامهم لمادة معدنية، فاحتمالية إن الداتا تفقد أعلى من إن أنا أنقل الضوء في الفايبر. ممكن يحصل حرارة، مؤثرات خارجية، الكلام ده كله ممكن يعمل مشاكل في نقل الداتا، تخلي جزء منها ما يوصلش، وبالتالي بعيد نقله تاني. لكن في الفايبر المشاكل دي أقل، فبالتالي احتمالية وصولها من أول مرة أعلى. عشان كده ما يميز الفايبر High Speed Operation ولو ايرور ريت. دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. هو طريقه نقل الداتا بال5G وال3G والحاجات دي بتبقى انالوج صح؟
انالوج في انهي جزء؟ هو مش انالوج. هو مش انالوج. هي يعني خلينا نقول انه عمليه النقل نفسها بتتم ازاي. انت عندك الجزء اللي في الاول وايرلس ثم اللي بعد كده وايرد. طيب الجزء اللي في الوايرلس في الاول انت المفروض الداتا طالعه ديجيتال وانت عايز تنقلها توصل للناحيه الثانيه ديجيتال، هل هي بتمشي طول الطريق ديجيتال؟ المفروض انها طالعه ديجيتال، ولكن في حاله الجزء الهواء الالكترومغنيتيك ويفز، لو انت درست كوميونيكيشن هتعرف انه احنا بنشتغل على ترددات معينه ومحتاجين نحمل على الترددات دي اكتر من قناه، اكتر من خط شغال في نفس الوقت، وبالتالي بعمل عمليه بيسموها اللي هي عمليه الموديوليشن، ان انا بنقل الترددات اللي عايز احطها على الهواء ده بنقلها الى 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 تردد مختلف. فبعمل عمليه اسمها موديوليشن، الموديوليشن دي بيحول فيها الديجيتال داتا الى شكل انالوج وشكل بيكون مبسط، ثم اعيد تحويلها من جديد في اللي بيستقبل من الشكل الانالوج ده الى شكل ديجيتال تاني. فهي عمليه التحويل من ديجيتال لانالوج ومن انالوج لديجيتال بتتم في الجزء بتاع الوايرلس علشان يساعدني ان انا انقلها بشكل احسن، تمام. ثم بعد تاني هيشتغل وايرد، برضو بيحصل عمليه موديوليشن تانية على الوايرد، ولكن المره دي مش لازم بالضروره ان انا احولها الى انالوج، لكن هي ما بتبتعدش في صوره 1 و0. يعني الشكل بتاع ال1 وال0 ده ما بتتبعدش فيه، الداتا ما بتتبعدش بالصوره دي صراحه، هي بتتحول لاشكال اخرى حتى تكون قادره على انها تمشي في الوسط وتوصل للناحيه الثانيه بشكل يسهل على المستقبل ان هو انها توصل سليمه وان هو يقدر يستخلصها. فالتحويل ده انت يعني ممكن تعتبره تحويل من ديجيتال الى انالوج، يعني ممكن نقول كده، بس في الاخر هي مجرد تحويل مؤقت من ديجيتال لانالوج ثم من انالوج لديجيتال الناحيه الثانيه. هل انا جاوبت على سؤالك ولا انت قصدك حاجه ثانيه؟ انا قصدي كده، قصدي بس بتكلم في الحته اللي في الهواء بيبقى بحول من ديجيتال لانالوج، بعدين لما يوصل بقى للوايرس ثاني بحولها ديجيتال ثاني. بالظبط. تمام، شكرا. طيب هنا مازال بيتكلم في الوسط الناقل الفيزيكال ميديا، وهنا بيتكلم على الجزء بتاع الراديو اللي هو الموجات الكهرومغناطيسيه الكترومغنيتيك ويفز. ف الوسط السلكي الوايرد ليه؟ لان احنا بنبعت في الهواء، فبالتالي بنبعت بشكل انجايدد منتشر، مش موجه في حته واحده، لا ده بنبعت الموجات الالكترومغنيتيك ويفز تنتشر في الهواء. فلو انا عندي خطين بيبعتوا، الاثنين هيبعتوا موجاتهم في نفس المنطقه نفس السبيس، فهيختلطوا ببعض، هيحصل تداخل، ثم الموجات دي نفسها طبعا التداخل ده لابد من فصله، ما ينفعش اسيب موجات جايه من جهات مختلفه تتداخل بحيث ان انا مش عارف افصلهم عن بعض، هم هيتداخلوا غصب عني، بس التداخل ده هل ينفع فصله ولا ما ينفعش؟ لو ما ينفعش يبقى الداتا ضاعت، يبقى لازم يبقى في وسيله لفصل هذه الموجات عند المستقبل الريسيفر. الريسيفر لما يستقبل موجات متداخله هيعرف يستخلص منها اللي كان المفروض يوصل، دي ليها طرق. طيب غير كده في مشاكل تانية؟ ده في مشاكل كتير قوي. ده انت عندك الموجات دي نفسها بتضعف وهي ماشيه في الهواء، كل ما مشيت مسافه بتضعف. الكلام ده شبه ما بيحصلش في السلوك، سواء كانت نحاس او فايبر ما بتضعفش غير بعد مسافات طويله قوي، انما في الهواء ده مجرد انها مشيت 10 20 متر هتبتدي تضعف بشكل كبير. مش بس كده، ده وجود اوبستكلز عوائق في السكه، وجود حيطه، ده هيمتص من طاقه الموجات وبالتالي هتضعف. وعلى حسب نوع الحيطه، لو هي حيطه خرسانيه
ولا حيطة خشبية ولا زجاجية، كل نوع وتأثيره مختلف إلى آخره من المشاكل اللي بتواجه عملية الإرسال اللاسلكي. هو الإرسال اللاسلكي مليان مشاكل، علشان كده دايما سرعة البيانات في النقل اللاسلكي أقل بكتير من النقل السلكي. ولو ما كانش التطور التكنولوجي اللي سمح إنها توصل للقدر اللي إحنا شغالين بيه دلوقتي مع وجود حاجة جديدة ليها، ما كانتش هتطلع أصلا. يعني لو إحنا فضلنا على الوضع الأول، المشاكل دي كانت موجودة وما كانتش ليها حلول قوية، كنا هنفضل شغالين وايرد نتوركس، الواير زي ما كانش هيشتغل. لكن في احتياج ان انا ابقى قاعد بكونكت مع طرف بيستقبل من غير ما اقعد امد سلوك. الاحتياج ده مع التطور التكنولوجي بالذات في مجال الكوميونيكيشن اللي سمح ان انا ازود معدل نقل البيانات شويه وابتدي اعالج المشاكل، او يعني على الاقل احاول اقلل من وقعها. وامثله بقى نقل الوايرلس، طبعا احنا قلنا الواي فاي اللي هو ينتمي للأماكن المحدودة اللي بنسميها Local Area Network LAN، وفي منها الحاجات اللي أوسع في الأماكن شوية، يعني بتاخد مساحات أكبر في النقل، اللي هي مثال عليها الشبكات الخلوية Cellular. وطبعا كلما زدنا في المساحة كلما توقعنا أنه بتقل سرعة نقل البيانات، طبعا المساحة زادت المشاكل بتزيد، فسرعة نقل البيانات بعد ما نعالج المشاكل بتقل. وفي برضو النموذج بتاع الستلايت، انك بتبعت الى القمر الصناعي وهو اللي بيتولى عملية اعادة نقلها لطرف تاني، دي ليها اجهزة مخصوص يعني. طيب احنا دي الاجندة اللي كنا بدأنا بيها في الاول، هو المرحلة اللي فاتت اللي احنا عديناها دلوقتي كان بيتكلم على النتورك ايدج، اطراف النتورك اللي هم الاجهزة العادية اللي زينا، والسيرفرز، ثم ابتدى يدخل في اللينكس الوسائط الميديا اللي عن طريقها بننقل الداتا. في المرحله اللي جايه هتبتدي تدخل في القلب، ايه اللي موجود في القلب اللي هو ما هواش طرف نهائي، هو مجرد وسيط بياخد من طرف ويدي للطرف الثاني، ده النتورك كور زي السويتشز والراوترز. في مثلا هنا لو عندنا يعني هنا بيدينا في الرسمه اللي قدامنا دي تو ديفرنت او ثري ديفرنت نتوركس، ثلاث اشكال مختلفه من الشبكات. دي شبكه داخليه سلكيه عاديه مثلا جوه معمل من المعامل، او يعني معمل في شركه او في كليه. ودي شبكه لا سلكيه واي فاي ممكن تكون في بيت، ودي شبكة محمول في الشارع. فكل واحد حسب نوع الشبكة بتاعته بيكونكت مع الطرف اللي بيستقبل منه. يعني في شبكة المحمول، البرج المحمول البيز ستيشن هو اللي بيستقبل، هنا المودم أو اللي بنسميه راوتر هو اللي بيستقبل في البيت، وهنا برضو نفس الكلام، في عندنا سويتشات داخلية، ثم عندما أنتقل إلى الخارج بستخدم راوتر. ويكونكتوا بقى على الانترنت، فداخل الانترنت في مجموعة راوترز. احنا قلنا المرة اللي فاتت الفرق ما بين السويتش والراوتر هو فرق بسيط جدا، بس يعني لدرجة ان حتى الناس التكنيكال ساعات بيخلطوا ما بين الاسمين يعني. فهنا دي مجموعة راوترز طالما هي في الشبكة الداخلية للنت، لو في شبكة محدودة داخلية يعني جوه مكان بنستخدم سويتش، لكن لو انا بطلع بره المكان وبكونكت مع كذا حاجه وعندي كذا اختيار وبقرر يعني بختار مين فيهم، يبقى انا محتاج راوتر. طيب ابتدى هنا يدينا مثال لو انا عايز احسب حساباتي وفيها طرفين. المره اللي فاتت خدنا مثال وانا عندي الطرفين ما بينهم خط واحد بس، دلوقتي عندي الطرفين وفي النص في عندي سويتش او راوتر، يعني هو اللي بيوصل الطرفين ببعض. فانا عندي وصلتين، عندي نقلتين دلوقتي، طريقين. الطريق الاول من السورس المصدر ثم الى السويتش او الراوتر ده،
والطريق الثاني بادي من السويتش او الراوتر ده الى الديستنيشن المستقبل النهائي. طيب من السورس هتنزل باكت طولها L تنتقل من الجهاز الى الخط بسرعه R، اذا هتاخد زمن L على R، واحنا قلنا انها اول ما تنزل على الخط هتنتقل في زيرو تايم الى الطرف المقابل اللي هو في الحاله دي السويتش او الراوتر ده. ليه؟ لان المسافه دي مع سرعه تقارب سرعه الضوء تقريبا، يعني الزمن بتاعها بيبقى قليل جدا 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 مقارنه بالزمن اللي هتاخده في انتقالها من الجهاز الى الخط نفسه اللي هو زمن L على R. طيب لو افترضنا انها دلوقتي وصلت للسويتش او الراوتر ده هتقعد في زمن احنا ما نعرفوش، خلينا دلوقتي نتجاهل الزمن اللي هي هتقعده هنا، نعتبره بزيرو او يعني مش هندخله في حساباتنا دلوقتي، انا عايز اشوف الزمن النقل عبر الوصلات فقط، يعني الجزء ده والجزء ده. هنفترض برضو ان هنا الجهاز ده اللي هو السويتش او الراوتر بعد ما الباكت تكون وصلت عنده بالكامل هيبتدي ينزلها على الخط الثاني، الجزء الثاني من الخط برضو هي طولها L هتنزل هنا بنفس السرعه R. طبعا هو هنا مفترض ان السرعتين متساويين، ده مش شرط، يعني ممكن يجي لك مساله في الامتحان يفترض ان هنا رقم وهنا رقم ثاني، مش شرط يكون ال R و R. فهنا في المثال اللي قدامنا افترض انها R برضو فهتنزل بسرعه L على R، وبرضو نفس الكلام هنفترض انها هتروح واصله للناحيه الثانيه في ما يعني زمن قليل جدا اللي هو تقريبا زيرو تايم. اذا الزمن اللي في الاول L على R زمن نزولها من الجهاز ده الى الخط، ثم الزمن الثاني L على R، يبقى المجموع الزمن في الحاله دي 2 L على R assuming zero propagation delay اللي هو الزمن انتقالها عبر الخط نفسه قليل جدا فبنتجه. وابتدى هنا يديلك امثله بالارقام، لو ال 7.5 ميجا بت بير سكند وال R 1.5 ميجا بت بير سكند يبقى L على R 7.5 على 1.5 بيساوي 5، وبالتالي ان الطرفين دول 5 و5 يبقى 10، 10 سكندز 10 ثواني. طيب نبتدي بقى ندخل في سيناريوهات اكثر واقعيه شويه. احنا عمالين نقول في حاجات بنتجاهلها، زي مثلا احنا قلنا انه الباكت لما وصلت من الطرف الاول للثاني وبعدين انتقلت من الطرف اللي في النص ده اللي هو السويتش او الراوتر للطرف الثاني، وقلنا هنتجاهل اللي جوه. طب نتجاهل اللي جوه ليه؟ ما نحسب بقى ندخل معانا، احنا لو عايزين ندخل كل الازمنه بقى يبقى ايه، خلينا نفردهم بقى واحده واحده. احنا عندنا في الاول زمن نزولها من الجهاز للخط اللي هو احنا حسبناه اللي على R، ثم في زمن بروباجيشن ديلي هنتجاهله، احنا دايما بنتجاهله. اتفضل. هو مش ممكن نقول ان هي طولها L على 2 R يعني كلها على بعضيها؟ لا كده. طيب ده كلام، يعني انت كده عملت ايه بقى؟ انت اولا جمعت السرعتين، السرعات لا تجمع، يعني انت لو شلت السويتش او الراوتر ده من السكه ساعتها هيبقى خط واحد برضه السرعه عليه R، فالسرعات ما تتجمعش. تمام. وجود السويتش او الراوتر هيخلق ديلي تاني مختلف خالص له طبيعه تانيه ما بتتحسبش بالمعادله دي، وهو ده اللي هيبان في السلايد دي. فاحنا عندنا هنا مثلا من الجهاز A الى السويتش او الراوتر اللي هو هنا في الرسمه دي، نفس الكلام برضو من B الى السويتش او الراوتر ده، فاللي هيوصل من A هينزل لو هو باكت طولها L هتنزل على الخط بسرعه L على R وتوصل للسويتش او الراوتر تتخزن جوه، نفس الكلام اللي هيوصل من B هينزل من B لو فرضا برضو طوله L، انا عمال افترض ان هو ايه يعني ان الحاجات كلها شبه بعض، لو فرضنا برضو نفس الباكت موجوده في بي وبرضو طولها L هتنزل على الخط، لو الخط طول سرعته R يبقى هتنزل بسرعه L على R توصل للناحيه الثانيه، هنفترض زيرو بروباجيشن ديلي يعني الزمن اللي هتاخده هنا زيرو، يبقى وصلت لهنا الباكت اللي جايه من A اللي هي لونها اخضر والباكت اللي جايه من B اللي هي لونها ازرق. طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان الاثنين هيستقبلهم السويتش او الراوتر ده ويخزنهم. التخزين ده بقى
هياخد وقت قد ايه؟ الله اعلم. ليه الله اعلم؟ طبعا الله اعلم بكل حاجه يعني، لكن هو الفكره انه احنا مش عارفين المفروض انها تمشي ازاي. ممكن يكون يطلعهم بسرعه يعني يدوبك يكونوا دخلوا وطلعوا على طول، ممكن يكونوا هيتركنوا شويه نظرا لوجود زحمه، ممكن يكون لسه لو هو راوتر بقى لسه عمال يحسب يا ترى يختار لهم انهي طريق خروج ولسه ما تحددش وده هياخد وقت. ففي عندنا عوامل ساعات بيحطوا لها رقم تقديري، يعني يقول لك on average في المتوسط انها لو وصلت هتقعد زمن كذا، والزمن ده يعني بيدرس على حسب حالات، مثلا يعني درسوا 1000 حالة قبل كده، مرة تغيب شوية مرة تمشي بسرعة فياخد زمن متوسط، لكن مفيش قانون كده واحد نقدر نقول بيه هي هتقعد هنا قد ايه. لكن اللي نقدر نقوله حاليا ان جاي من اكتر من مصدر، يعني عندنا الاي وعندنا البي وممكن يكون عندنا مصادر كتيرة وكلهم بيصبوا في نفس السويتش او الراوتر، وبالتالي السويتش او الراوتر ده بيتعامل دلوقتي مش مع باكت واحدة، ده بيتعامل مع اكتر من باكت جايين من عدة مصادر، وبالتالي لابد من ترتيبهم يعمل لهم طابور. فبيعمل هنا كيو اوف باكتس، والطابور ده الكيو ده بتدخل فيه الباكتس، غالبا لو ما فيش فروق ما بينهم اللي جاي الاول بيدخل الاول، يعني لو دي جت اول واحده تبقى هي اللي في الوش، لو جيت دي جت بعديها تبقى هي اللي بعديها وهكذا. ما لم يكن هناك اولويات برايورتيز يبقى فيرست كام فيرست سيرف، اللي بيجي الاول هو اللي بيتخدم الاول. فالمهم ان هم هيترتبوا هنا في الطابور، ويبتدي بقى يطلع من الطابور ده اللي هو خليط من الباكتس اللي جايه من عده مصادر تطلع على الخط ده، وده اللي بيحصل في قلب الانترنت. احنا عندنا الراوترز، المره دي بقى طالما في قلب الانترنت انا هتكلم على راوترز بقلب جامد مش سويتشات، اللي في قلب الانترنت راوترز تتواصل ما بينها وبين بعض، بتنقل ما بين كل راوتر والتاني يعني مئات او الاف من الباكتس اللي جايه من مصادر مختلفه. فالخط الواحد مش بيشيل حاجه حد واحد، خليط من ناس كتير. ثم بعد كده بيتم توجيه كل باكت على حسب هي المفروض رايحه لفين، يعني بيتم مراعاه ان كل باكت من دول لها مصدر لها سورس ولها ديستنيشن مختلف عن الباكت التاني. ودي ده ما يسمى الباكت سويتشنج. احنا كنا اعتقد ان احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، في حاجه اسمها سيركت سويتشنج وحاجه اسمها باكت سويتشنج. سيركت سويتشنج انك بتخلق خط واحد للاتصال، وده اللي بيحصل في التليفونات الارضي اللي كان بيحصل وما زال عندنا في مصر، اعتقد ان هو ما زال شغال بنفس الطريقه. سيركت سويتشنج انك بتخلق خط واحد من اول المتصل الى المتلقي، من السورس الى ديستنيشن. الباكت سويتشنج مش كده، الباكت سويتشنج زي ما انتم شايفين كده، كل الـ لو انت بتتكلم مكالمه، المكالمه بتتحول الى باكتس، الباكتس بقى جايه يعني مكالمتك تنقسم الى عده باكتس، الباكتس دي تختلط مع اللي جاي من اماكن تانية وتدخل في الراوترز. انت الباكت بتاعتك موجود بعديها باكت بتاع حد تاني، موجود بعديها باكت بتاع حد تالت، وتمشي بقى ممكن بقى ايه الباكتس بتاعتك انت اصلا تمشي في مسارات مختلفه لو في اكتر من خط طالع من الراوتر ده، وفي الاخر هتتجمع عند الديستنيشن، الشخص اللي انت عايز تكلمه او بتبعت له بيانات او whatever بتتواصل معاه. فهنا عندنا من ضمن الازمنه التي تؤخذ في الاعتبار، هي تؤخذ في الاعتبار، يعني ما ينفعش نتجاهلها، هي مش زيرو يعني مش زي البروباجيشن، ولكن هي للاسف متغيره وليست لها يعني قانون ثابت نقدر نحطه. يعني ده يسمى زمن الكيوينج، اللي هو الزمن اللي واقفين فيه في الطابور كده كده غصب عننا، مش هينفع تخرج غير لما اللي قبليها يخرج. ومش بس كده بقى، ممكن ينتج عن الطابور ده ينتج عنه زحمه
لدرجة إنه المكان المخصص للتخزين الميموري اتملي. طب لو الميموري اتملت إيه اللي هيحصل؟ لابد من إنه يحصل دروب، نسقط باكتس. وهنا بندخل في سيناريوهات كتيرة بقى، نسقط أنهي باكتس؟ غالبا يعني لو ما فيش أي أولويات بيرفض استقبال باكت جديد، يبقى تلاقي الراوتر وصل له عدد من الباكت وتخزنه عنده واقفين طابور مستني لسبب ما في مشكله في الخروج او الطريق هنا في زحمه بطيء، فبالتالي هو اتملى فبالتالي يرفض استقبال جديد. يبقى انت عمال تبعت وهو مش بيرد عليك، هو مش عايز يستقبل منك اصلا. ليه؟ لان عنده مشكله. دكتور من فضلك. دكتور اتفضل. مستمع. ايوه مستمع. طالما الباكت مع كذا يوزرز مبعوت على نفس اللاين، طيب والباكت مثلا بتاعتي راحت لحد غيري، طب هو ممكن كده يلقطها او بيميزها ازاي؟ يعني انا بتاعتي بتميز ازاي عندي؟ يعني انا ممكن القط كمان بتاعته وهكذا. صح. طب خلينا نتفق انه في حاجتين. الحاجه الاولانيه انك باعت باكت صادره منك انت السورس والمفروض توصل ديستنيشن معين. انت علشان اللي موجودين في النتورك اللي هي الانترنت حاليا في المثال بتاعنا تعمل عمليه التوصيل دي، لازم بتقرا جزء من الباكت بنسميه الهيدر، راس الباكت، في معلومات عن الباكت دي جايه منين ورايحه فين. لو المعلومات دي مش موجوده مش هنعرف نوصلها. النتورك الراوترز اللي في السكه دي مش هتعرف تعمل حاجه، جاي لها باكت ومش عارفه تعرف هي جايه منين ورايحه فين، خلاص يبقى الباكت دي بالنسبه لها يعني سوري جاربج، حاجه كده عشوائيه. فلازم يكون في قدر من المعلومات المكشوف علشان الراوترز تعرف توجه الباكت وتوصلها ديستنيشن، ودي مسؤوليه الراوترز. يعني لو ده ما حصلش يبقى في مشكله في النتورك نفسها، هي معموله عشان انها توجه الباكت. طيب الجزء الثاني من سؤالك، هي معنى كده انها لما بتوصل عند حد، عند يعني مش عند حد بقى، عند راوتر. ما هو الراوتر في الاخر ممكن يكون جهاز واحد قاعد عليه. طب وممكن يشوف الباكت؟ ممكن يشوفها. طب ايه بقى اعمل ايه انا؟ المفروض كده الحاجه بتاعتي مكشوفه. في بقى حاجات عشان تسكيور الباكت، يعني الجزء الثاني من الباكت اللي هو مش الهيدر اللي مش فيه المعلومات، ممكن تعمل له عمليه انكريبشن، انك تخليه في صوره غير مفهومه ما يفهموش غير المتلقي فقط. فبالتالي لما الراوتر اللي في النص ده يوصل له الباكت بتاعتك، هو كده كده لازم يقرا الهيدر، يقرا الراس بتاعها ويعرف انها جايه منك ورايحه لفلان، ماشي، عشان يوجهها. طيب هو عايز يبص على الباقي، عايز يعرف انت باعت ايه؟ لا مش هيعرف بقى، مش هيعرف الا لو معاه المفتاح اللي يفك الشفره يعمل ديكريبشن. هو مش هيعرف يعمل ديكريبشن، لكن هو هيضطر يقوم بوظيفته الطبيعيه ان هو يوجه، لان هو لو ما وجهش هيحصل ريبورتنج انه الراوتر ده فيه مشكله، انه بيعمل حاجه، انه في غلط عنده، ازاي كل الباكت اللي جايه له ما بتروحش. في فرق بين ان هم لازم يشوفوا جزء من علشان يقدر يوجهها، ولكن الجزء الثاني لو انت مهتم ان هو يستخبى، في طرق، وغالبا ده اللي بيحصل، يعني انك بتنكريبت الباكت، الا لو هي مش يعني مش ذات اهميه، يعني لو انت مش مهتم انها تبقى انكريبتد يعني. تمام. طيب سؤال اخير بعد حضرتك يا دكتور، هو مش ممكن اللي هو الكمبيوتر سي ودي مثلا سي اللي هو هاكينج مع دي طالما متصلين بنفس السويتش او نفس المنظومه من جوه؟ جميل. برضو نرجع نقول نفس الكلام، لو فرضا اولا المسؤوليه على الراوترز اللي في السكه دي انها توصل الباكت للي المفروض يستقبلها صح. طب افرض انت اللي عايز تبعت لي انا باكت، وفي واحد تاني عمل نفسه تامر، عمل نفسه ان هو الديستنيشن، وبالتالي الباكت راحت له، يعني النتورك اتخدعت وودت الباكت لواحد غلط. هرجع اقول تاني، لو الحد الغلط ده سواء غلط متعمد او غير متعمد، لو هو مش عارف الطريقه اللي يديكريبت بيها الباكت، اللي يفك بيها الشفره، خلاص برضه هي وصلت له معلومات ولكنه مش فاهمها. لو هو يعرف يديكريبت خلاص يبقى كده، يبقى هو طبعا هيكشف الموضوع، ودي احد مشاكل النتورك بصفه عامه. انا عايز كمان يعني بما انك فتحت الموضوع ده،
ازيدك من الشعر بيت في حاله الوايرلس، انت بتبعت في الهواء. يعني انت دلوقتي قاعد مثلا في البيت وبتبعت الباكتس بتاعتك من التليفون او من اللابتوب، وبيستقبلها المودم اللي عندك، اي واحد في النطاق مثلا 10 متر من المكان اللي انت قاعد فيه. يعني لو واحد في الشقه اللي جنبك او بره في الشارع، بس لو انت في دور ارضي او اول، هيلقط نفس الباكت، هي كده كده منتشره في الهواء. يعني غصب عنك الباكت اللي انت بتبعتها وايرلس كده كده ملقوطه للي عايز يلقطها. فالدور كله على ان الباكت تتلقط بس ما تتفهمش غير للي المفروض يفهمها. فعمليه الانكريبشن دي اساسيه، لو انت عايز تحمي الباكت لازم تغير في شكل المعلومات بحيث ان ما يفهمش شكلها غير اللي المفروض يستقبلها صح. لكن فكره ان انا امنع انها تروح لمكان غلط، يعني دي مش في ايدينا. يعني كل اللي نقدر نعمله ان الراوترز اللي في السكه كل الراوتر يستقبلها المفروض ان هو يوجهها في الاتجاه الصح على حسب قوانين ثابته عنده. يعني هو بيقرا المعلومات والمفروض حسب المعلومه اللي موجوده في الباكت عايزه تروح لفلان الفلاني، اذا هتخرج من المخرج الفلاني، بس هو المفروض ما بيعملش غير كده. او يعني في حسابات تانية ان هو يحاول يختار لها طريق احسن يعني. تمام، شكرا دكتور. طب دكتور عندي سؤال، هو ايه الفرق بين الهيدرز اللي هو بيعرف منه الداتا والفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج اللي قلناه المره اللي فاتت؟ هو ايه العلاقه بين الاثنين؟ انت ايه اللي خلاك تخلط بين الاثنين؟ هو الاثنين بيعملوا يعني بيعرفوا الداتا، يعني بيفرقوها عن الداتا الثانيه. الداتا يعني مثلا اللي ليها فريكوانسي معينه بتتفرق عن الداتا. لا خد بالك بقى، في دول مستويين مختلفين خالص لوصف الحاجه. يعني دلوقتي الباكت نفسها في صوره وانز وزيروز، المعلومات مكتوبه في صوره وانز وزيروز، ماشي؟ ده بنسميها اللي هي الشكل اللوجيكال. يعني انت في الاخر هدفك المعلومه نفسها توصل وتتقرا وتتفهم، فبالتالي انت بتحولها الى 1 و 0 ثم تنتقل وال 1 و 0 ده هو اللي في الاخر بيتعرف ان بيتحول الى حروف والى رسم والى اخره، ماشي؟ ال 1 و 0 ده هو اللي متقسم لهيدر، جزء يحتوي معلومات عن الباكت دي طولها قد ايه وجايه منين ورايحه فين والمفروض توصل امتى وشويه معلومات كده، واللي مسموح لاي حد ان هو يقراه مفيش مشكله، وجزء تاني المفروض ان محدش يقراه. طيب الباكت ال1 وال0 دي لما نبتدي نحطها على الوسط اللي هينقل، سواء الوسط ده كان كابل نحاس او كابل زجاج او موجات كهرومغناطيسيه، مش هتبقى 1 و0 بقى، هتتحول الى صوره اخرى، هتتحول الى تيار كهربي على الكابل النحاس، هتتحول الى نبضات ضوئيه على الفايبر، هتتحول الى موجات كهرومغناطيسيه في الهواء. اذا اتحولت ال1 وال0 بقت صوره مختلفه خالص، ساعتها دي بنسميها الفيزيكال. يعني ال1 وال0 بنسميه لوجيكال، الصوره الثانيه دي بنسميها الفيزيكال، الصوره الحقيقيه. اي الصوره الثانيه دي هتختلط بحاجات ثانيه، عشان ما تختلطش بنحاول نفصل ما بينهم. احد اكثر واشهر طرق الفصل اللي موجوده ومستخدمه هي ان انا احطهم على ترددات مختلفه، فبالتالي كل واحد من اللي موجودين في الكابل النحاس او الفايبر او الهواء بيبقى ماشي في نطاق تردد مختلف عن التاني، ماشي؟ يبقى الباكت بتاعتك ماشيه في الهواء في صوره موجات كهرومغناطيسيه، والباكت بتاع حد تاني جنبك ماشيه برضه في نفس الهواء بس في تردد مختلف، يوصلوا للطرف اللي يستقبلهم المودم مثلا او اكسس بوينت، يبتدي يستخلص الباكت بتاعتك ويرجع يحولها ل1 و0 تاني على صورتها اللي انت باعت بيها، وبرضه يستخلص الباكت بتاع التاني من التردد المختلف ويرجع يحولها ل1 و0 تاني. فالحاجتين اللي انت قلتهم بيشتغلوا على مستويين مختلفين، يعني مش نفس المستوى. هل انا كلامي وضح الصوره ولا لسه برضه؟ تمام، وضحت، شكرا يا دكتور. طيب احنا ما زلنا بنتكلم في الكور، قلب الانترنت، اللي هو يعني مينلي اساسه الراوترز. فالراوترز بتعمل ايه؟ بتعمل راوتنج، توجيه. توجيه يعني معناها
بتعرف الباكت اللي جايه المفروض تمشي فين، وعندنا يعني طرق مختلفه وكتيره جدا للتوجيه، بس يمكن في الانترنت يعني في حاجات معروفه وثابته بقالها يعني شغاله بقالها سنين يعني من ساعه الانترنت اتعملت يعني، لكن في انواع مختلفه من النتورك في طرق توجيه يعني كتيره جدا يعني، يعني مش عايز ابالغ لو قلت لا حصر لها يعني. المهم كلهم بيشتركوا في نفس الهدف، انك في الاخر راوتر استقبل باكت وعارف او عرف من المعلومات اللي المفروض يقراها من الزيروز والوانز اللي موجودين في الهيدر بتاع الباكت ان المفروض انها توصل لفلان الفلاني، فعشان توصل لفلان الفلاني ممكن يكون عنده اكتر من طريق ينفع، ولكن او يجوز يكون في طريق واحد، يجوز ما فيش طريق خالص، ده يعني في احتمالات كتيره، بس عاده اللي بيحصل ان بيكون في اكتر من طريق ينفع، بس هو بيختار احسن طرق، والاحسن دي بقى ليها معايير تانية عنده يعني، يعني احسن دي ممكن تكون غالبا بتبقى اقل زمن يعني. وانس ان هو استقبل الباكت المفروض ان هو عنده حاجه اسمها راوتينج تيبل، راوتينج تيبل جدول موجود فيه ان الباكت دي علشان تروح للمكان الفلاني المفروض انها تخرج من المخرج الفلاني. الجدول ده اتعمل بعد ما الراوتر حسب حساباته، يعني برضو هنرجع نقول الموضوع كبير شويه ولو دراسه لوحده ممكن يبقى عليك يعني منهج لوحده عمليه الراوتينج دي، لكن احنا بنحاول نبسط المفهوم، بيحسب حساباته وبعد الحسابات دي بيعمل الجدول. الجدول بقى خلاص، الجدول واضح ان الجدول اتعمل، الجدول ده المفروض يقول له لو الباكت عايزه تروح للمكان الفلاني هتخرج من المخرج الفلاني. فهو مثلا هنا في الصوره المبسطه دي عنده ثلاث مخارج، فالمفروض الباكت دي حسب ما فهم من الهيدر بتاعها المفروض هتخرج من المخرج رقم مثلا ده 2 كده تعتبر، واحد كده واثنين كده وثلاثه كده، فهو هنا يخرجها من مخرج رقم 2. العملية الاستقبال والإخراج دي اللي هي بيسميها فوروردنج، يبقى الفوروردنج هي دي الجزء من وظيفة الراوتر. فالراوتر بيعمل إيه؟ بيعمل أولا حسابات، بيعمل بعد الحسابات دي بيعمل جدول راوتينج تيبل، ثم الجدول اتعمل خلاص، الباكت جت أرى الهيدر بتاعها، بناء على الجدول يعمل لها فوروردنج، يخرجها من مخرج المناسب لها. عملية السيركت سويتشنج اللي اتكلمنا عليها قبل كده، السيركت سويتشنج ان انا بخلق طريق من المصدر الى النهاية، والطريق ده يفضل ثابت، يعني ادي مثلا البداية، هنفترض ان ده البداية ده السورس وده الديستنيشن، حسب حسابات الراوترز اللي موجودة في القلب هنا، عندنا هنا 4 راوترز، الراوتر ده حسب لقى ان الوصول الى الديستنيشن ده احسن من الطريق ده، والراوتر ده حسب ان الوصول للديستنيشن احسن من الطريق ده. طيب السورس ابتدى يبعت باكتس، المفروض في اتصال ما بين الجهاز ده والجهاز ده، اتصال ده معناها يعني مش لازم مكالمه تليفون، يعني اتصال ده معناها ان في نقل بيانات، فالباكتس هتوصل للراوتر الاولاني، ثم الراوتر الاولاني هيوجهها الى الراوتر الثاني، ثم الراوتر الثاني للثالث، ومن الثالث الى الجهاز الاخير. طيب ايه الجديد في الموضوع؟ ما فيش جديد غير انه كل الباكتس اللي جايه من المصدر ده الى الديستنيشن ده هيمشوا في نفس الطريق، والخط ده هيتحجز، يعني ما فيش حد هياخده لغايه ما الاتصال ده يخلص. وكلمه ما فيش حد هياخده دي هي كلمه مجازيه شويه، ليه؟ لانه كان زمان هو فعليا خط محجوز، يعني سلك ما فيش حد بياخد السلك ده غير اللي حجز الخط. دلوقتي لا، هو ممكن يبقى فيه سلك عليه كذا واحد، بس السلك ده يتحمل وجود 10 مع بعض، زي ما قلنا عمليه الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، ان ممكن على نفس الوسط نفس السلك احط عليه 10 خطوط، 10 اتصالات شغالين ماشي، بس في الاخر كل اتصال من العشرة يفضل موجود وحاجز التردد، حيز التردد الفريكوانسي باند المخصص ليه. فخلاص لو هو بالمنطق ده اسمه سيركت سويتشنج برضه، لان في الاخر حتى لو الموضوع ان في الخط بيتشارك فيه كذا واحد، بس في الاخر التشارك ده ثابت مش متغير،
على عكس مفهوم الباكت سويتشنج اللي ما فيهوش ثبوت خالص. الباكت نازله وهي ونصيبها، ممكن مره تمشي من الناحيه دي، مره تمشي من الناحيه دي، مره تلاقي الطريق اتزحم، ناس تانية خدوا حجزوا كل الترددات، ده الباكت سويتشنج. لكن السيركت سويتشنج لا، هي ضمنت انه في ليها في كل خط هتقابله ليها ترددات محجوزه. ده مفهوم السيركت سويتشنج الحديث يعني. فدايما في السيركت سويتشنج في ديديكيتد ريسورسز، موارد مخصصه. نو شيرنج للموارد دي، زي ما قلنا نو شيرنج مش معناها ان السلك ما فيش حد تاني بيستخدمه، لا، السلك نفسه ينقسم الى عده ترددات، فالترددات المخصصه لهذا الاتصال ما حدش تاني بيشارك، لكن الترددات الثانيه عادي جدا ان الناس تشارك. سيركت سيجمنت ايدل اف نوت يوزد، ده من ضمن عيوب السيركت سويتشنج، انه في حاله عدم استخدام ما تم حجزه لهذا الاتصال ما حدش تاني يقدر يستخدمه. يعني انت حجزت جزء من الخط، حيز من الترددات، حجزته، عمال تبعت داتا وبعد شويه سكت وما انهتش الاتصال مازال مفتوح، بس انت ما تبعتش حاجه، فالوقت اللي انت ما بعتش فيه ده وقت مهدر والخط محجوز لك. فده احد عيوب السيركت سويتش، اللي هي على اساس علشانها يعني الباكت سويتشنج اتعملت وانتشرت، لان هي ميزتها في كده انها ما فيش عندنا اهدار، اللي موجود دلوقتي يستغل الخط، يستغل الترددات. هنا برضو بيشرح الفرق ما بين الفريكوانسي ديفيجن والتايم ديفيجن، اعتقد اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. يتم تقسيم الترددات المتاحه على الوسط، سواء الوسط ده كان كبر او فايبر او هواء، من حيث الترددات، وبالتالي نقدر نتشارك مع بعض في نفس الوقت ولكن على باندز مختلفه، ترددات، حيز ترددات مختلف. ده الفريكوانسي ديفيجن. التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، اقدر اتشارك الوقت يعني على نفس على طول على كل الترددات. لو انا بقى هعمل بيور تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، يعني فقط التقسيم في الوقت، يبقى نقول ايه؟ نقول تامر يتكلم اول دقيقه انا الازرق، ثم احمد يتكلم تاني دقيقه الاخضر، ثم محمد يتكلم تالت دقيقه، ثم فلان يتكلم رابع دقيقه، ثم علان يتكلم خامس دقيقه، ثم تامر يرجع يتكلم تاني. لو فرضا انا الازرق، يبقى انا اللي هرجع اتكلم تاني بعد 1 2 3 4، انا بعد 3 انا ارجع تاني اخد الخط، وهكذا. لو احنا فرضا ان احنا 4 بس، احنا بنتشارك نفس الخط وعايزين نقسمها بالوقت مش بالفريكوانسي، يبقى انا ممكن اخد كل حيز الترددات الموجود. لو هو بيور تايم ديفيجن مالتيبلكس، اخد كل الحيز الترددات، محدش يقول لي خد تردد معين وسيب تردد تاني، هاخده كل الوقت، سوري هاخده كل تردد بس لجزء من الوقت، جزء متفق عليه، ثم اللي بعديه، وانا بقى مش هبعت لغايه ما يجي نصيبي تاني، يجي الدور بتاعي. ده التايم ديفيجن مالتيبلكس. طبعا زي ما برضو ذكرنا المره اللي فاتت، غالبا بيحصل خليط من الاثنين، فريكوانسي وتايم ديفيجن، يعني انا باخد جزء من الترددات لجزء من الوقت، وده اللي بيحصل في الجي اس ام اللي احنا شغالين بيه في اتصالات المحمول في مصر. هنا الباكت سويتشنج بقى على عكس مفهوم السيركت سويتشنج، الباكت سويتشنج لا يوجد تخصيص لموارد لاتصال معين، جاهز يستخدم. فانت عندك باكت دلوقتي والطريق فيه ترددات ووقت تقدر تاخده، يحط الباكت بتاعك، مفيش تستنى شويه لغايه ما يعني يجي يبقى في مكان تقدر تعدي منه. مشكله الباكت سويتشنج انه وارد قوي انه الدنيا تبقى زحمه فتلاقي الباكتس بتاعتك اتاخرت، بل انه وارد انه تبقى زحمه قوي ويبقى في مشكله كبيره لدرجه انك مش عارف تبعت خالص، يعني البطء زاد لدرجه ان الدنيا وقعت خالص ويقول لك مش دلوقتي، يبقى بعدين بقى. ده في الباكت سويتشنج ده بنشوفه، يعني كلنا بندخل على الانترنت وبيحصل في اوقات انك تلاقي الدنيا واقعه قوي، حتى ممكن تبقى واقعه مش على كل المواقع، هتلاقيها مثلا على موقع معين الدنيا بايظه فيه خالص،
على مواقع تانية عادي شغال عادي، تلاقي الموقع ده مثلا فيسبوك ولا وات ايفر، اي موقع من المواقع اللي عليها يعني اقبال عالي، تلاقي الدنيا وقعت خالص لفتره معينه زمنيه ثم ترجع تاني عادي. فده بيحصل في الباكت سويتش، لكن زي ما قلنا الميزه بتاعته اللي خليته هو الاساس والمنتشر حاليا هو انه مفيش اهدار. يعني انا ما عنديش حاجه اسمها خط فاضي، طول ما في حد عايز يستخدم الخط بيستخدمه. فهنا مثلا الخط اللي موجود ده يعني اللي خارج من الراوتر ده يعني هو هنا مفترض ان طوله 1 ميجا بيت بير سكند، بيتقسموا على يعني المتصلين اللي بيحاولوا يستخدموا الخط ده اللي هم عددهم n users. فلو فرضا ان كل يوزر فيهم بيبقى في اوقات بيبعت باكتس واوقات اخرى ما بيبعتش حاجه، في الاوقات اللي بيبعت فيها اللي هو اكتف بيبعت الباكتس بمعدل 100 كيلو بيت بير سكند، وهنفترض ان هو اكتف 10% من الوقت. يعني لو عندنا لو بنقيس في نطاق زمني 10 دقائق يبقى هو شغال لمده دقيقه بيبعت بسرعه 100 كيلو بيت بير سكند، ثم التسع دقائق التانيين ما بيعملش حاجه نايم. وهنفترض انه عنده 10 يوزرز، يبقى لو فرضا ان احنا بنتكلم في نطاق مثلا 10 دقائق وعندنا 10 يوزرز، اذا كل واحد وكل واحد من اليوزرز اكتف 10% من الوقت، اذا ال 10 دقائق مشغولين كل دقيقه على يوزر، ده الدنيا هتمشي مظبوط. يبقى كده ال 10 دقائق اتشغلوا، كل واحد في ال 10 هيبعت بسرعه 100 كيلو بيت بير سكند، في الاخر 10% يعني 1000 1000 كيلو اللي هي 1 ميجا بيت بير سكند، يبقى كده الخط هيبقى مشغول على اخره بس تمام، كده الدنيا كلها ماشيه مظبوط. افرض بقى عدد اليوزرز اكتر من 10، ايه اللي هيحصل؟ اكيد بالحسبه كده البسيطه بتاعتنا معدل وصول البيانات من اليوزرز اللي هم هيبقوا اكتر من 10 وبيبعتوا اكيد اكتر من 1 ميجا بيت بير سكند، يعني الراوتر ده يتلقى داخله اكتر من اللي هو يقدر يخرجه. اذا هيحصل انه اللي داخل ده المعدل اللي داخل اكتر من الخروج هيحصل تراكم جوه الراوتر زي اي طريق. انت لو اي طريق لو عندك ميدان بيصب فيه كذا طريق وبيخرج منه طرق، لو اللي بيصب في الطريق ده في الميدان ده اكتر من اللي بيخرج هيحصل زحمه، والزحمة دي مش هتتفك غير لما يكون معدل الخروج أكتر من معدل الدخول، يعني لازم اللي داخل هنا ده يقل عن الخروج عشان نبتدي نفضي اللي موجود جوه. هنا برضو هتلاقوا فيه من ضمن مسائل الشابتر ده في الكتاب هيجيب لك مسألة يقول لك احسب لو عندي 35 يوزر عايزين احتمالية إنه أكتر من 10 active at the same time تبقى كام. المفروض ان هي يعني دي مساله probability شويه، فالمفروض ان هو هنا في السلايد مطلعها اللي هي 4 من 10,000، يعني ممكن نبقى نجي لها بعدين في احد مسائل الشيت. يعني دكتور ممكن سؤال؟ اتفضل. هو لو كل واحد فيهم يبقى اكتف بس يعني في الدقيقه هو اكتف لوحده يعني ما ياخدش السرعه كلها؟ ممكن ياخد السرعه كلها لو هو اكتف لوحده. تمام، يعني لو ال10 اكتف في نفس الوقت كل واحد بقى ياخد 100 كيلو بايت 100 كيلو بت. بالظبط. لو هو لو كل واحد لو هم اكتف في نفس الوقت. صح. طيب هنا بيقول لك بقى بعد ما عرض لك السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج، فعايز مازال هو في عمليه مقارنه ما بين الاثنين، فالمفروض حسب كلامنا طبعا خلاص ان الباكت سويتشنج هي اللي موجوده وهي اللي غالبه يعني. فبيقول لك بقى هل هي خلاص كده الدنيا يعني ايه ما محسومه للباكت سويتشنج؟ ننسى بقى موضوع السيركت سويتشنج ده خالص، يعني سلام دانك وونكر سوري سلام دانك وينر، يعني خلاص ده بقى كده اللي فايز يعني ما فيش غيره يعني. فبيقول لك هنا الباكت سويتشنج حلوه للبيرستي داتا، بتسمح ب ريسورس شيرنج مشاركه الموارد اللي هي في حالتنا الخط نفسه، وبسيطه مش محتاجه بقى ان انا اقعد احجز خط في الاول واشوف
خط اتحجز ولا لا، لا هو على طول وانس ان انا عايز اعمل اتصال ببعت الباكتس بتاعتي، ما بقعدش اسال. طيب يعني ايه برست داتا الاول؟ يعني احنا قلنا كلمه برست داتا وفسرناهاش كده. من ضمن الخصائص التي تميز بمعناها يعني توصف يعني طبيعه الداتا في الانترنت وفي الشبكات بصفه عامه، انها ليست معدلها ليس ثابت، معدلها غير ثابت، ساعات بتزيد وساعات بتقل، فدي اللي بيسموها بيرستي. بيرستي معناها انها في وقت من الاوقات تبقى كبيره وفي اوقات اخرى تبقى صغيره، فهي ليست منتظمه، ما هياش عامله كده زي طريق كل واحد ملتزم بالحاره بتاعته وبالتالي انا اقدر احسب الماكسيمم بتاع الطريق. لا ده هو ساعات الطريق ده يبقى واسع قوي، ممكن يبقى فيه 10 عربيات ماشيين جنب بعض، وفجاه الطريق ده ممكن تلاقيه ضيق وبقى فيه عربيتين ثلاثه بس ماشيين جنب بعض. ففي الحاله دي لو في فتره او في مسافه العربيات ماشيين 10 جنب بعض ثم محتاجين فجاه ينضموا الى بعض علشان يبقوا 2 3 ماشيين جنب بعض، اكيد الفتره دي لازم العربيات تبطئ. نفس الكلام بيحصل للداتا، انا عندي في اوقات في هجوم من مصادر مختلفه، مش هجوم يعني اتاك، يعني اقصد يعني في كميه داتا كتيره جايه، وفي اوقات تانية لا الكميه بتقل، ففي اوقات تصبح الداتا اكبر من استيعاب الخطوط ولا بد من انتظارها، يعني تدخل بقى تستنى شويه وفي منها اللي هيضطر يقع يعاد ارساله من جديد، وفي اوقات تانية حجمها اقل من استيعاب الانترنت وبالتالي عادي هتمشي. فاللي بيحصل ايه، الباكت سويتشنج هو مناسب للطبيعه دي، فوقت ما يكون في داتا كتيره اكتر من استيعاب الخطوط يتم تخزينها، ثم في الاوقات الثانيه اللي هي الداتا اللي جايه فيها اقل من استيعاب الخطوط تبتدي نصرف الداتا اللي موجوده عندنا. زي ما قلنا كده الميدان اللي بيصب فيه شوارع، في بعض الاوقات الشوارع اللي بتصب في الميدان حجم كثافه العربيات اللي جايه منها كتير، لازم هيحصل زحمه ملهاش حل، بس لو فضلت الزحمه دي مستمره يبقى خلاص، يبقى الدنيا كده بلوكت ومفيش حل. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل لازم ان معدل الخروج، لو فرضنا ان معدل الخروج ثابت، هيبتدي يصرف شويه من العربيات اللي موجوده، بس لازم معدل الدخول يقل. لو معدل الدخول قل هيبتدي العربيات اللي واقفه زحمه دي تبتدي ايه، مع الوقت تبتدي تمشي. فده دي طبيعه البيرست داتا، وده مناسب للباكت سويتشنج. عشان كده الباكت سويتشنج هو الـ يعني المعمول في الانترنت، اللي شغال في الانترنت وهو ده اللي ناجح فيها يعني. طيب هل من الممكن إتاحة الانترنت شغال باكت سويتشنج، هل من الممكن إتاحة سيركت سويتشنج داخل الانترنت؟ بيقول لك انه ممكن إتاحة ما يعادل، طبعا الانترنت ليست لا تعمل سيركت سويتشنج، فما ينفعش تقول لي انها هتتيح سيركت سويتشنج، ولكن انت عايز كما لو انها سيركت سويتشنج. من الاخر كده انت عايز تضمن وصول داتا بمعدل ثابت، ما تجيش في اوقات تبطئ قوي وفي اوقات تبقى عاليه، لا انا عايز معدل ثابت. فبيقول لك ان ممكن اتاحه بعض التطبيقات من الممكن انها تتيح ما يماثل، وليست يعني مش زيها بالظبط، لان الانترنت نفسها فيزيكالي مش معموله كده، ولكن انها بتحاول تتيح ما يماثل انك كانك محجوز لك خط، وبالتالي انت ما تحسش بالقلق انه في اوقات تلاقي الاتصال ضعف وفي اوقات تبقى ايه كويس، لا المفروض ان هو يبقى تقريبا معظم الوقت ان ما كانش كله يبقى مدي لك السرعه اللي انت متوقعها. والكلام ده يعني بيتم يعني بنحتاجه في حالات الاوديو والفيديو ترانسميشن، لما بنبعت ارسال صوت او صوره بيبقى محتاج النوع ده، انك تبقى متيح له ارسال غير متقطع، ارسال سموث. وده يعني اتاحته بتبقى على حساب حاجات تانية، يعني ممكن تبقى على حساب ان كل داتا توصل. يعني احنا عندنا دايما في الانترنت او في النتوركس بصفه عامه
بنعرف نوعين من ارسال البيانات. النوع اللي البيانات لازم توصل فيه، يعني انت بتبعت فايل، الفايل ما ينفعش يقع منه بيت ولا اتنين ولا عشر، لازم يوصل كامل. فبالتالي ده لازم يضمن انه الداتا وصلت، حتى لو قعد يقعد يعيد فيها 20-30 مرة، المهم انها توصلها. ساعتها ما بنقولش الوقت كام، يوصلها بقى بعد دقيقة، بعد 10، بعد يوم، بس المهم انها توصل. وفي نوع تاني اللي هو بيهتم بسرعة الارسال. انت بتتفرج على ماتش ستريمينج والصورة فيديو ملقوط وبيوصل لك، فانت عايز تتابع الماتش. طيب اللي حصل انه الداتا اللي مبعوتها لك جزء منها اتعطل. طب اللي اتعطل ده معنى كده انه لازم يستنى شوية لغاية ما العطلة تروح، وبعدين توصل، وبعدين يبعت اللي بعديها. كده انت هتحس ان في لاج، حصل في تأخير. انت مش المفروض تحس بكده، المفروض انك تشوف الصورة مستمرة كما لو انك بتشاهد بس حي. فاللي هيحصل ايه؟ انه لما يلاقي باكت اتعطلت وقت زيادة شوية يوقعها، مش مهم، دروب الباكت دي ووصل اللي بعديها. المهم المشاهد اللي متلقي ما يحسش انه الدنيا اخرت، حتى لو وقع منه مشهد ولا اتنين مش مشكلة، يعني مش هتفرق كتير يعني. فهو ده طبيعة الارسال اللي من النوع ده. هنا بيعرف لنا الانترنت انها network of networks، تشمل جميع الشبكات اللي موجودة بأشكالها المختلفة. من ضمن الانترنت لابد من وجود انترنت سيرفيس بروفايدرز، الجهات التي تنظم عملية خدمة الانترنت نفسها. يعني انت علشان تدخل على الانترنت لابد انك تشترك مع شركة، زي هنا في مصر مثلا شركات المحمول او شركة وي اللي هي شركة المصرية للاتصالات. هي الشركة المصرية للاتصالات طبعا هي الاساس، هي المفتاح الانترنت بتاع مصر كلها عندها، فهي اللي بتوزعه على الشركات التانية وهي اللي بتوزعه عليك. يعني اما انت تروح تشترك معاها مباشرة وتاخد الانترنت منها، او تروح تشترك مع شركة من الشركات التانية اللي هي هتدي لك انترنت عن طريق شركة وي برضو، عن طريق شركة مصر الاتصالات يعني. فلابد من وجود انترنت سيرفيس بروفايدرز في اي منطقة في العالم، يعني سواء كانت حكومية او خاصة يعني. طبعا شبكة الانترنت زي ما حكينا المرة فاتت بدأت صغيرة ومحدودة في امريكا، ثم ابتدت تنتشر وتتوسع لغاية ما بقت شبكة معقدة جدا، يعني صعب جدا ان حد يقدر يعمل لها، يعني يرسمها او يقدر يجمع الاجزاء بتاعتها كلها يعني. فهنا بيحاول يديلك صورة عن انها مجموعة من الاف إن لم يكن ملايين الإنترنت سيرفيس بروفايدرز. لا بلاش نبالغ، بلاش نقول ملايين، هي آلاف يعني. لأن ده يعني لو قلنا في عدد دول العالم 200 دولة، وكل دولة ممكن يكون جواها مثلا 20-30 سيرفيس بروفايدر، فإحنا ممكن نقول آلاف سيرفيس بروفايدرز. الآلاف دول لابد من إن هما بيكونكتوا مع بعض. يعني مثلا مصر الخط الأساسي، إحنا كان يعني بدأنا الأول بخط اللي هو بيربط مصر بفرنسا، ثم بعد كده زادت عدد الخطوط وبقينا في ربط ما بيننا وبين أوروبا، وفي خطوط ما بيننا وما بين دول الخليج والهند. ففي عندنا كذا خط بيربطنا بالإنترنت. ولو فاكرين كده كان في مشكلة حصلت من كام سنة، الخط اللي بيننا وبين أوروبا وقع، ده الخط الرئيسي يعني. فكنا معتمدين على الخط الثاني، بس طبعا التحميل على الخط الثاني كان كبير، فده كان يعني ما ينفعش، يعني ما يغطيش الاحتياجات بتاعت الناس اللي في مصر كلها يعني. فالمهم ان كل دولة بداخلها مجموعة من الانترنت سيرفيس بروفايدرز اللي المفروض بيتصلوا بالانترنت، اللي هي بقى اللي هم يعتبروا الشبكات اللي خارج الدولة دي، عن طريق وجود راوترز. الراوترز دي في منها يعني في الأول بدأت بحاجات أساسية معروفة في أمريكا،
وعملوا برضو حاجات في اوروبا، ثم بعد كده ابتدت تتوسع، موجوده بقى دلوقتي في كل دول العالم يعني. بل ان في بعض الشركات اللي كبرت لدرجه انها بقى ليها هي شبكه داخل الانترنت حجمها كبير، زي ما قلنا المره اللي فاتت فيسبوك ومايكروسوفت وجوجل. جوجل طبعا عملاق كبير، هو اللي بدا الطريق ده، ويعني لو بس شبكه جوجل لوحدها كافيه انها تكون في حد ذاتها انترنت. ده اللي بنسميها الكونتنت بروفايدر نتورك، اللي هو جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك والشبكات الكبيره دي، كونتنت بروفايدر نتورك. هنا برضه بيشرح في شكل شبكه الانترنت، يعني هنا حاطط جوجل مثلا لوحدها على انها جزء مكون كبير رئيسي من مكونات الانترنت نفسه يعني. وهنا الشبكة داخل الولايات المتحدة.